مشاهدينا الحلوين الطعمين، اهلا بيكم معانا في الجزء الثاني من رحلتنا اللي لسه مكمله. واحب افكركم مين اللي مكمل معانا الرحله من امبارح. معانا اسره الاستاذ محمد احمد وسلمى احمد والاستاذه نوران وباباهم اكيد احمد، ومعانا اسره الاستاذ رامز وروز ومامتهم منى وباباهم احمد برضو، والاسرتين منورينا ومشرفينا من بنها. تعالوا بقى نعرف ايه اللي حصل امبارح قبل ما نكمل لعبنا وحوادتنا وحكينا، وهنرجع تاني على طول. يلا بينا على طول نبدا رحلتنا. ريدي ستيدي جو. الله اورنج بسرعه. بابا بيشجع فريق ايه؟ اهلي وليفربول. لا 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 لا، كره وقعت. برافو يا سلمى والله. لا لا لا. قصتنا النهارده اسمها كنت شجره. 1-0 الروز. مش ممكن، سلمى خلصت يا جماعه. جينا بقى لعبة بابا وماما، لعبة التسعينات اللي لسه مكملة لحد دلوقتي، بس عاملين لها ابديت كده خطير. كل واحد يرفع بالونته فوق راسه. يلا يا رامز. ايه التخوف ده؟ ترقب رهيب. الابهات جاهزين؟ طبعا انت كنت نفسك في ميه. متحفز. متحفز كمان. ليه كده؟ احب افرقع. احب افرقع. طيب يلا بينا نبتدي بمحمد. قول لي ولد بحرف الالف. قول لي ولد بحرف الميم. محمد. ماشي. قولي لي بنت بحرف الكاف. كاميليا. كاميليا. قولي لي بنت بحرف ال ر. روز. ايوه طبعا. قولي لي بلد بحرف الميم. موريتانيا. موريتانيا. قولي لي بلد، بس بروح لك. تحفظ رهيب. بلد بحرف السين. سنغافوره. سنغافوره. ماشي. قولي بقى ولد بحرف الزين. زين. زين طبعا. ولد بحرف ال ميم. غير محمد. ما قلنا غير محمد. 5-4-3-2. ابراهيم. يلا يا بابا. يا بابا ابراهيم. محمد ازاي؟ ازاي؟ ماشي. بنت بحرف ال نون. نوران. نوران. يا رايقه يا رايقه، والنبي شكلها تكسب كده. وايه؟ اكله بحرف ال كاف. 5-4. كشري. لا لا ماما، فرقها على ماما. ما على ماما. ماشي يلا يلا. الحمد لله. بتقول لك على ماما. ماشي. ماما قولي لي بلد بحرف الكاف. 5-4. كوريا. كوريا. برافو. ماما قولي لي اكله بحرف الر. 5-4. رز. رز ارز. طيب 3-2. رنجه. رنجه. برافو. سلمى قولي لي بلد بحرف الت. 5-4. تايوان. تايوان. برافو يا سلومة. ماشي. ماما قولي لي أكلة بحرف الطا. 5. طعمية. طعمية. برافو. محمد قول لي أكلة بحرف الر. 5-4. رمان. رمان. شاطر والله. قولي لي بلد بحرف الجيم. 5-4-3-2-1. كده الأسرة دي كلها راحت، والأسرة دي مكملة كاملة، فبالتالي الأسرة دي كاملة هي اللي كسبت التحدي كاملا. برافو والله العظيم على الفريق الأحمر. تعالوا نشوف التحديات بقى والحاجات اللي احنا نخش عليها. ايه شاطرين. جينا بقى لعبة الجول والكور. كل واحدة هتعرف عاملة ايه، صح؟ انت عندك جوزك اسمه احمد الحضري، ما ينفعش يخش فيه جول. ده الحضري. انا واثقة فيه. انت واثقة فيه؟ أيوة. والنبي انت شايل اسم قوي جدا. فنركز مع بعض. يلا بينا. ريدي ستادي جو. واحد ولا لا 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 واحد واحد. يلا واحد. واحد. الله يا ابني. واحد. الله. ماشي. هات الكورة. يلا. بسرعة بسرعة بسرعة. 2. دوسي ما يهمكيش. برافو. 2. الله يا ابني. حلوة قوي قوي قوي. يلا. شكرا التعاون الجميل. 3. الله. عرضة. 3. حلوة قوي حلوة قوي اللي بيحصل ده. لعيبة يا جماعة. 4. يا سيدي حلوة جدا. 4.
يا نهار ابيض. ماشي يلا. خمسة. يا سلام على العارضة، حلوة. هات الكورة من هنا، يلا. خمسة. حلوة قوي. تصطادي عصافير؟ بصي وصلها ازاي؟ في راسه، في راسه، نشني ما تخافيش. ستة. يا سيدي، حلوة حلوة يا لعيبة. ستة. الله والنبي لعيبة. سبعة. الله على الهدات، حلوة قوي. يلا. تمانية. يا سيدي، حلوة 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 يا ولد. يلا تمانية يا بنتي. تمانية. لعيبة. لا. لعيبة فعلا، مبسوط منها. يلا هاتي الكرة. ها يا ماما، هاتي الكرة بسرعة. يلا. تسعة. الله. ماشي، انت ليه بتنشن في العرضات؟ تسعة. ماشي، حلوة حلوة. عشرة. آخر كورة. الله يا ابني، الله الله الله. عشرة. آخر كورة وآخر فرصة. يلا يا محمد، ركز في راسه، في راسه. حلوة أوي 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 أوي. وصفر صفر بس. لعيبة جامدين جدا جدا جدا. يلا نخش نشوف بقى تحدياتنا النهاردة هتبقى إيه. جينا بقى للعبة الجينجا، والتحدي ده أنا بموت فيه الحقيقة، يعني لأنه بيبقى بيعمل أجواء من التوتر العنيفة، وأنتوا أوريدي متوترين كلكم، فهنبتدي على طول من غير ما أوتركوا أكتر من كده، وأقول لك اتفضل على طول يا أستاذ أحمد. أنا على طول كده؟ على طول، نفتتح بيك. بركة، بركة العيلة، الأبهات. أبهات هما اللي بيبتدوا، عشان لو وقعوهم الأول يبقوا هما اللي ما خلوش ولادهم يلعبوا. إيد واحدة يا فندم. شوف من أي حتة؟ أي حتة، حتة. شوف بقى إيه ممكن تبقى لوس شوية. بتقول لك مش بالعرض. مش اهو. يلا اهو اللي حصل. حصل خير. شيل من النص يا بابا. الحمد لله. يلا يا بابا. كده كسبت. اي لا يعني كده ما وقعتهاش لسه. حاول تشيل من النص. شيل من النص، ما تشيلش من العرض. انا معايا في مقلب عشان اقعه. يا سلام. الله على الحاجات اللي بتعلمها لهم. الله. منبهرة منبهرة. الحرب خدعة. ايد واحدة طبعا. برافو. يلا يا ماما. انهي مامي فين؟ انت. انا ماما. انت يا حبيبتي. ابهركوا والله. ايد واحده. ايد واحده. ما تسقف ترميك نحو. عشان خاطري يا مامي ركزي. لا يا مامي بقى. صعبه صعبه صعبه. يا اصلا مامي لعيبه اللعبه دي اصلا. برافو يا مامي. مامي لعيبه بيقول لك. الله على. لا لا يا حبيبتي، الثالثه بتاعتك. ثقة الأزواج في الزوجات، أحبها قوي. يلا يا ماما. يلا يا ماما. هي دي هتقع على طول، أول ما تمسكها هتقع. لا ليه كده بقى؟ لا لا ليه كده بجد؟ ليه كده؟ عشان ما تعبهاش يعني. لا هتعملها وشاطرة جدا. أنا هشجعك كمان. يلا يا روز. يلا يا روز. يا جماعة ممكن تعدلوها؟ يلا يا روز. عمالة تديله من نصايح ومش من هنا يا بابا. يلا روز. برافو يا روز. برافو يا روز. برو روز. برو. يلا يا سلومة. بس يا سلومة ما تخلص اللعبة دي. راح يا سلمة. ايوه يا سلمة بقى، عارفة بجيك، عارفة هتعمل ايه. برافو. خلي بالك بقى وانت بتحطيهم. الله عليك يا سلومة. هادية ورايقة وشاطرة. مش انت بقى الجامد؟ يلا وريني يا جامد. امل فيك انت يا رامز. امل فيك يا رامز. بيقول بص فوق كامل، فوق كامل. لا من فوق. ايه ماشي. شيل من ثالث ربع واحده من فوق. اصبري يا ماما. هيوقعها؟ ايوه. لا مش هيوقعها. برافو. ما وقعهاش. بالعكس بقى، بالظبط كده. برافو يا رامز. يلا يا محمد. محمد ورا. شاطر يا رامز. برافو. تحت خالص. لجنه. مين لجنه هنا؟ واحده من جنب خالص. اهي اهي تطلع معاك شيلها. بالظبط كده. يلا يا بابا. يا ابني يا بابا. يلا يا بابا. لو بيركز على خاطري. عشان خاطري. انا عارف قمه التركيز. هتقع. ايوه يا بابا. ايوه برافو. ايوه يا بابا. ايوه. We'll be right back.
قلت لك الثقه دي والله العظيم ببقى عارفاها وشايفاها من الاول كده. بابا هو اللي وقع البرج بعد ما كان واثق ثقه عمياء ان فريقه مش هيخسر. خسروا طبعا في التحدي ده. تعالوا نشوف ايه التحديات التانيه اللي عندنا. حاول ادي الاستاذ احمد فرصه برضه. ايوه يا بابا. تالت لعبة تحدي بقى معانا النهارده هي الايدين والرجلين. هنشوف بقى مين من الاسرتين هيعمل ايه. جاهزين؟ جاهزين. يلا يا سلمى على طول نبتدي بيك. يلا يلا نشجع سلمى ولا ايه يا ماما؟ لا لا في نفس الوقت يا سلمى وغلط اصلا. يلا ريدي ستيدي. ركزي الايد اليمين على اليمين والشمال على الشمال. ريدي ستيدي جو في نفس الوقت. غلط يا سلمى ارجعي. غلط ارجعي ارجعي خالص ارجعي خالص ارجعي غلط. يلا يلا يا روز. الايد اليمين على اليمين والشمال على الشمال. برافو. يلا برافو برافو يا روز. الله يا روز. برافو يا روز. اسرع بقى. ها برافو يا روز. يلا يا محمد. يلا عوض اختك بقى. يلا لا غلط برضه. بص الايد بص الايد. هديك فرصه ثانيه. ايوه يلا. ها برافو برافو. ها برافو. يلا يا محمد شجعوه يا جماعه. وانا بشجع لوحدي ليه؟ لا غلط يا محمد. ميدو حط الرجل الشمال على اليمين. تعالى يا ميدو. روح يا رامز. يلا يلا يا رامز. يلا يا رامز شاطر يا رامز. برافو يا رامز. يلا ها بسرعه يا رامز. برافو يا تي. برافو. يلا ها شاطر. ها معلش. يلا يا رامز ما تفكرش. يلا معلش معلش. ها ها يلا يا رامز. لا يا رامز تعالى 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 يا رامز. احنا هنقعد نفكر كده. يلا يا بابا عوض. يا بابا عوض ايه بس يا محمد عندك شاطر اهو بس ما كملش. يلا ها برافو يا بابا. ايوه والله برافو. ها برافو. ايوه برافو. ايوه يلا يلا يلا. غلط يا بابا نفس غلطه محمد بالظبط. ما هو الشمال على اليمين واخدت بالك؟ ما هو دي رجلي اليمين. يلا يا بابا نفس غلطة عشان خاطري يركز. عشان خاطري يركز يا بابا. يلا معلش بقى. يلا 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 يا بابا ادوق دود. الله شفت بقى شاطر جدا. برافو. شفت السن ملوش لعوه. يلا يا بابا برافو. شطور يا احمد والله. شطور يا احمد والله. مراتك مبسوطه بيك قوي. يلا رجلي اليمين يا بابا اليمين. لا يا ولاد ماشي ماشي. شو بس عادي بقى نعمل ايه. يلا الحمد لله تعادل فعلا يا محمد. جيف مي فايف. تعالوا بقى نخش بقى نروح نشوف هنعمل ايه في التحدي اللي بعده. جينا بقى لتحدي البالونات وفرقعت البالونات وما بنعرفش نتوقع مين اللي هيوصل البالونه الاول بس هنشجع بقلب ده اللي علينا صح. يلا يا بنات جاهزين محدش يتحرك غير لما اقول له. يلا يا سلمى. يلا يا روز ريدي ستيدي جو. لا 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 ارجعي 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 من عندك من مكانك. الحمد لله اني لحقتك. الله عليكي على الثقه دي. يلا محدش يتحرك من مكانه. ركزي يا سلمى ركزي. محدش يتحرك. نشنوا يا بنات. برافو. حركه واحده يا سلمى. سلمى بس سلمى بس ارجعي ورا يا روز. حركة واحدة. برافو يا سلمى. بس مكانك. يا روز بقى. ها. يلا يا روز. يلا يا سلومة. برافو. حركة واحدة. أيوة بس يا روز. ركزي ركزي. برافو يا سلمى. حركة واحدة. سلمى بس. سلمى بس. ها. ها يا سلمى. يلا يا سلمى. يلا يا سلمى. بس. لا ارجعي تاني ارجعي تاني ارجعي خطوة كمان. لسه. لسه. ها خلصوا عندي. خدي من الارض. حركه كمان يا سلمى. حركه كمان. واحده هنا هنا. يلا سنة كمان. بس بس ارجعي سنة ارجعي خطوه. روز ارجعي انت انت خطلعي وانت ارجعي. يلا حاولي تكملي الخضرة. يلا يا يلا يا سلمى. يلا يا سلمى. يلا يا سلمى.
يا سلمى جامد شويه، خطوه واحده بس من عندك. خلصت سلمى وانا لسه بقول لروز اتحركي. سلمى هي اللي كسبت التحدي ده كده. الفريق الاحمر هو اللي كسب التحدي ده. يلا نخش بقى نشوف هنعمل ايه في البلاي ستيشن. جينا بقى للبلاي ستيشن وهنشوف بقى الاستاذ محمد والاستاذ رامز يعملوا ايه في سباق العربيات اللي عندنا. جاهزين للسباق؟ جاهزين. جاهزين للتشجيع؟ جاهزين. يلا بينا الريدي ستيدي جودوس اكس وابتدي على طول. جو. اهم حاجه يا اولاد، اهم حاجه تاخدوا بنزين. اهم حاجه لو لقيتوا بنزين خدوه، لازم تفولوا وانتم ماشيين. دلوقتي احنا معانا محمد في محمد بيتقدم. محمد في المركز ال 18، برافو يا محمد. ولسه رامز في المركز ال 19، برافو رامز. يلا يا محمد في ال 18، بقى في ال 17، في ال 16، في ال 15، برافو. ركز يا رموزه. رامز في ال 19. محمد رجع بقى في ال 18. لا لا يا رامز. 17. برافو برافو. رتله. محمد برافو بقى في ال 13. بقى في ال 4. اوه ورا بعض. ركز. ورا بعض 11 10. محمد في العاشر وتأخر بقى في ال 11. رامز لسه في ال 14. دوس يا ميدو دوس. محمد في ال 11 في العاشر. ركز يا رامز. رامز في ال 11 وراه على طول. بقى في ال 14. رامز خد الحاجات الزرقاء اللي بتجيلك. ما توتروهوش عشان لما بتوتروه بيتقلب بالعربية. يلا. في التاسع محمد. ورامز في ال 12. محمد اتقلب يا حبيبي. بس مكمل عادي في التاسع. ركز انت بعد الشر عليه. رامز اتقلب برضه. البطء ده بس لسه في ال 11. خدوا بنزين يا جماعه، خدوا بنزين. في السابع برافو يا رامز اللي بتجيلك. اسرع من كده يا رامز. اسرع من كده ايه يا رامز؟ سيبيه سيبيه. هو في المركز العاشر. اوه محمد في الخامس. في السابع. يا لهوي. ركز يا رامز. سيبيه يا بنتي، ما حدش وهو بيسوق عايز حد جنبه بيوتره كده. يلا شجعوا من غير ما توتروه عشان يدعوا. فاينل لاب عند محمد في الرابع ورامز في الثامن. ممكن جدا يحصل فلوت تويست وتتقلب الموازين. اهم حاجه البنزين يا اولاد. شطور يا رامز. برافو برافو. الله الله يا ابني. الله يا محمد. محمد مركز قوي في المركز الرابع واخد بنزين ومفول. رامز في التاسع وقرب له. محمد كسب في المركز الرابع ورامز في المركز التاسع. بس عاش يا شباب، والله سباق حلو جدا جدا جدا. تعالوا بقى نروح نشوف هنعمل ايه تاني عندنا في رحلتنا. جينا بقى للكونكت فور، والحقيقه ان احنا واحنا في رحله سعيده كده اكتشفنا ان الرحله دي عرفتكم على بعض اكتر واكتشفتوا حاجات كتيره كومن بينكم اكتر. يعني مش بس انتوا الاثنين من بنها، مش بس انتوا الاثنين موجودين من نفس مكان وما تعرفوش بعض، انتوا اكتشفتوا بالصدفه في النص كده ان انتوا في مدرسه واحده اصلا. ايوه اولاد مدرسه المدرسه. ايوه بس اعمار سنيه مختلفه. طب شفتوا بقى الرحله السعيده دي؟ رحله سعيده ومعرفانا على ناس حلوه وسعيده وجميله. ده مش هيخليكوا ابدا ان انتوا تهتزوا بان اي واحده فيكوا تحاول هي اللي تكسب في كونكت فور، عشان لازم فريق واحد بس يكسب. ايوه فالروح السعاده دي ناجلها ونخليها معانا ونخلي روح التنافس دلوقتي شغال. احنا كده كده اللي هنكسب. الله ابتدت لوحدها من غير ما اقول حاجه. طيب كل واحده تمسك كورتها. جاهزين؟ يلا. يلا الفريق الاحمر الاول. احمر برافو جت. اصفر ما جتش. احمر برافو يا ماما مركزه. اصفر شفتي الثقه دي ومديانا في ايه؟ احمر ماشي. اصفر بسرعه يا ماما بيقول لك جت. احمر مش في اي حته بقى رد خلص. ماشي قفلت عليها. احمر اصفر سوري اصفر اصفر لا اجهزوا اسرع. احمر اجهزوا اسرع.
وشجعوهم شويه يا رجال. مام يلا فاضل لك واحده، فاضل لك واحده، حاولي تقفلي عليها. برافو احمر، فاضل لك واحده وتخلصي. اصفر قفلت عليكي بالعرض بس عندك لسه بالطول. يلا اصفر. ها شوفي يا مامي جامد. ايه ما قفلتش عليكي. احمر الاول. يا نهار ابيض. يلا اصفر ما جاتش. يلا بسرعه استني يا بنتي انت ماشي. طلعت منها. حظك 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 حظك. كونكت مور. شفتي بقى، شفتي الثقه بتاعت اكيد احنا اللي هنكسب عملت فيكي ايه؟ الفريق الاحمر طبعا هو اللي كسب. تعالوا بسرعه نروح نشوف يحيى وكنوز هيقولوا لنا ايه النهارده ونرجع نكمل لعبه تاني. أهلا بيكوا يا صحابي وصحباتي. دلوقتي البالون هياخدنا ويطير لرحلة جديدة مع يحيى وكنوز وسينو. يلا بينا نشوف. في سؤال بفكر فيه بقالي شوية كده ومحتار في إجابته. محتار؟ وأنا سينو موجود؟ كان لازم تجيبي بسرعة بسرعة وتقولي وأنا هجاوبك. في كل مرة بسمع فيها حكاية تاريخية بسمع كلمة المكان ده اتبنى وبعدها المكان التاني بقى ده اتنحت. أنا عاوز أعرف الفرق بين البناء والنحت. البناء مهنة لها قواعد وأسس مختلفة عن النحت خالص يا ولد، وعشان تعرف الفرق لازم تركز وتفهم. يعني مثلاً أي هرم بنشوفه بنقول عليه اتبنى ولا اتنحت؟ بناء الهرم. طيب وأبو الهول؟ مش عارفة. أبو الهول منحوت يا كنوز. ببساطة أي مبنى كان مكانه أرض فاضية والمهندسين صمموا شكل معين وبقى موجود على الأرض، ده معناه إنه اتبنى بناء جديد فوق الأرض. لكن النحت هو إنك تحول صخرة ملهاش ملامح واضحة لتصميم له أبعاد هندسية وشكل مميز زي أبو الهول والتماثيل كتير تانية. معنى كده إن النحت أسهل من البناء؟ لا 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 طبعاً يا يحيى، النحت مهنة دقيقة جداً ومحتاجة حرفة عند اللي بيقوم بيها، خصوصاً إن في أنواع من الصخور زي الجرانيت الأحمر والأسود والبازلت، ودي صخور صعب تشكيلها بطريقة جديدة، لكن الفنانين والمهندسين في كيميت قدروا ينحتوها وصنعوا تماثيل جميلة ومبهرة، وأشهرهم تمثال أمنحوتي الثالث من الجرانيت الأحمر. إحنا درسنا قصة الملك تحتمس الثالث، كان من ملوك الأسرة الـ18 وقام بحملات عسكرية برية وبحرية كتير، وقدر يوصل بقواته ويهزم كل أعداء كيميت ونحت حوالي 7 مسلات. شفت؟ أديك قلت نحت المسلات، لأن المسلة شكل هندسي كان بيتم تقطيعه من الجرانيت الأحمر الموجود في أسوان. سينو سينو، أفهم من كده إن مكان أبو الهول اللي قصاد الأهرامات كان فيه صخرة كبيرة؟ أيوة يا كنوز، وأبو الهول بالذات مكانته عند شعب كبت كانت غير أي تمثال تاني. ليه بقى يا سينو؟ عشان ضخم مثلاً؟ أولاً لأنه اتنحت في عصر الأسرة الرابعة وتحديداً في عهد الملك خفرع، واكتسب شهرة وأهمية بمرور الزمن لحد ما وصل لعصر الأسرات الحديثة واعتبروه حارس أسطوري للأهرامات اللي واقف قدامها. ثانياً لأن عملية نحته كانت صعبة بسبب ضخامة الصخرة المنحوت منها التمثال، واللي بيصل ارتفاعه إلى 20 متر وطوله 57 متر. بس في ناس كتير بتقول إن اللي نحت أبو الهول محدش يعرفه لحد دلوقتي. لأ يا كنوز، معظم الدراسات الخاصة بالمعلومات اللي وصلت لنا عن أبو الهول بتقول إن اتنحت في عهد الملك خفرع، وإن المهندسين اللي نحتوه خلوا ملامح الوجه نفس ملامح وجه الملك خفرع ابن الملك خوف. أبو الهول تمثال عظيم وحكايته ما وقفتش عند عبقرية النحت والتصميم وخلاص. كل ملك كان بيتولى حكم كيميت كان بيهتم بيه وبترميمه.
وفي منهم اللي حاول يخلق قصة أو حكاية تربط حكمه بالتمثال. زي مين يا سينو؟ زي الملك تحتمس الرابع. بعد توليه حكم كيميت حكى تحتمس الرابع حكاية حلم غريب حلمه وهو نايم عند أقدام أبو الهول. كان وقتها أبو الهول مغطى بالرمال ومحدش مهتم بيه ومش باين منه غير جزء بسيط. يومها بعد ما انتهى تحتمس من صيد حيوانات صحراوية قرر يرتاح جنب أبو الهول، ولما راح في النوم حلم بيه يبشره إنه هيكون ملك لكيميت بس على شرط يهتم بيه ويزيد الرمال من عليه. بعدها بسنوات أصبح الملك تحتمس الرابع واحد من ملوك الأسرة الـ18، وفعلاً اهتم بتمثال أبو الهول وشال كل الرمال اللي عليه وكتب اللي حصل في لوحة سماها لوحة الحلم موجودة قدام تمثال أبو الهول. هيا يحيى، عرفت الفرق بين البناء والنحت؟ أخيراً عرفت الفرق. وبعد ما شفنا حكاية النهاردة قولوا لي بقى إيه رأيك يا أصحابي؟ حلوة. تفتكروا أبو الهول زمان كان اسمه إيه؟ أبو الهول هي الأسامي بتتغير؟ الأسامي بتتغير على حسب مرور السنين وعلى حسب اللغة اللي البلد دي بيتكلموا بيها. يعني مثلاً أبو الهول زمان كان اسمه برحول بمعنى بيت الأسد. أيوة، بس أنا شفت تماثيل شبه أبو الهول في الرقصه، هم دول أبو الهول؟ عندك حق، فعلا في تماثيل شبه ابو الهول ما بين معبد الاقصر ومعبد الكرنك، وفي كمان تماثيل كباش وهي على نفس هيئه تمثال ابو الهول. ودلوقتي خلصت فقرتنا، استنونا في فقره جديده مع يحيى وكنوز وسينو. بقى للمطبخ الحلو بتاعنا، والنهارده برضو عندنا حماس رهيب ان احنا نعمل حاجات حلوه جدا جدا جدا. الشباب الحلو ده هيعمل معانا عصير حلو قوي. قولوا لي بقى، بتساعدوا ماما بجد في المطبخ ولا لا؟ اه بصراحه. اه بتعمل ايه طيب؟ بعمل مثلا بيض، رز. رز؟ تعمل رز ازاي؟ تغسله يعني؟ اه ماشي كده. اغسله اجيب لها الرز. تجيب لها الرز مثلا؟ اوكي. وانت؟ ولا أي حاجة. وليه ولا أي حاجة؟ وساعات بحط البطاطس. ساعات بتحط البطاطس؟ طب والله شاطر، يا بتقف معاها. جميل يا رامز، أنت بقى ما بتعملش كده ليه؟ عادي. إيه اللي عادي؟ طب إيه رأيك أعلمك حاجة تعملها لهم في البيت؟ أعلمك تعمل عصير تفاح. فريش كده وحلو، مفيد، لذيذ. تروح البيت تقول لهم بس هاتوا لي تفاح وأنا هعمل لكم بقى إيه؟ حاجة حلوة أوي، إيه رأيك؟ ماشي. تعالوا طبعا اكيد عندكم خلاط، هنجيب الخلاط بتاعنا كده اهو ونعمل ايه يا اولاد؟ عندنا ايه هنا؟ عندنا ايه؟ تفاح. تفاح ده ايه يا استاذ؟ تفاح. يبقى احنا هنجيب تفاح ونعمل ايه؟ نحطه في الخلاط؟ لا، قبل ما نحطه في الخلاط هو شكله عامل ازاي؟ متقشر ومتقطع صح؟ فاحنا ممكن نخلي اختنا اللي اكبر مننا تساعدنا في ان هو يتقشر او ماما ونقطعه، عشان احنا ما بنمسكش سكينه واحنا صغيرين. هناخد التفاحه بتاعتنا ونقطعها ايه؟ كيوبس كده، مربعات كده، اوكي؟ وبعدين نبتدي نحطها. مين هيحط بقى التفاح؟ يلا حط التفاح. حط التفاح يا سيدي. هنحط بقى اللي احنا قطعناه ده كله كده اهو. جميل قوي الكلام ده. طيب ايه كمان؟ عندنا سيرب او عصير تفاح برضه. عصير عادي ممكن نشتريه. هنجيبه عشان يدي بقى ايه طعم حلو، نقوم حاطينه مع التفاح. يلا حط انت. يلا جميل قوي الكلام ده. ماشي، نحط ايه كمان عشان يبقى ساقع وحلو؟ تلج. برافو. انا اللي هحطه. حط تلج. يلا وانت كمان حط تلج وانا هحط تلج وكلنا نحط تلج. يا سلام نحط تلج. هنجيب تلج ده من فين بقى؟ من التلج ده؟ خلاص كفايه كده. من الفريزر. من الفريزر صح، يعني مش محتاجين ايه نروح يمين وشمال. طيب
بما ان التفاح عايزينه يقعد معانا اكتر شويه من غير ما يبقى بيصفر او بيبوظ، هنحط عليه نقطتين عصير ليمون او نعصر عليه نص ليمون. اه بس كده كاننا عصرنا ايه ليمونيه او نص ليمونيه. حلو. طيب عشان يبقى طعمه حلو كده ومعسل نعمل ايه؟ نحط عسل. نحط عسل، والعسل كمان مفيد جدا، صح ولا ايه؟ صح. يعني ابل او تفاح وعسل، واصلا الناس بتقول تفاحه في اليوم تخلي بقى امراض كتيره قوي تبعد عننا، والعسل على الريق او في اي وقت يخلي امراض اكتر تبعد عننا. فتخيلوا احنا عاملين عصير فيه عسل وتفاح، متخيلين الفايده بتاعته؟ طيب هو مش بس مفيد not only but also هو كمان طعمه حلو قوي قوي قوي، واحنا هنجرب ده دلوقتي حالا. ايه رايكم تساعدوني بان انتوا تشيلوا اللي احنا مش عايزينه تحت، وانا هجيب الخلاط بتاعي هنا اهو كده اهو، ايوه عشان نوسع الكوبايات الحلوه بتاعتنا. فين الغطا بتاع الخلاط؟ شكرا يا محمد. ايوه كده نقفل. محمد بقى بما انك ما بتساعدش هتعرف بقى ايه، تعالى ورينا ازاي تتعلم ازاي تتعلم. هيطلع ايه؟ ايه السؤال ده بالجواب؟ بتفكروا في ايه؟ احنا لسه عاملين ايه؟ عصير تفاح. طيب هيطلع ايه يعني غير عصير تفاح؟ احنا عملنا ايه؟ عصير تفاح. يبقى عصير تفاح بس افيد بكتير لانه فريش، جايبين تفاح فريش ومفيد جدا ولذيذ جدا، وهتدوقوا بقى طعمه بشويه الحاجات اللي انتوا عملتوها بنفسكم دي هتبقى عامله ازاي. يا سيدي انا شايفين وفريزي كده عشان التلج اللي احنا ايه خلطناه، فكده يبقى عملنا ايه؟ عصير تفاح. قول لي يا محمد اللي انت اتعلمته وهتعمله في البيت. اتعلمته هعمله بجد والله؟ يعني بتقولي كده ولا اي كلام؟ لا هعمله. يعني ده برومس، يعني ده وعد. طب حلو قوي الكلام ده. ايه رايكم بقى ايه ندوق الاول؟ استنوا ندوق الاول، كل واحد يمسك كوبايته الحلوه اللي عملها بايده دي، دوقوا كده وبصوا كده للكاميرا عشان نشوف ايه حلو ولا ايه. ايه الاخبار؟ حلو. حلو. طيب تعالوا بقى ايه ندور اخواتكم عشان نشوف هنطبخ النهارده ايه. عندنا طبخه لذيذه جدا ولذيذه قوي ومهمه جدا، روح دوق ماما ونشوف بقى. يا سلمى يا روز يلا بينا. عاملين ايه؟ كويسه. بتساعدوا بقى ماما؟ طب بنات حلوين بقى شاطرين كبار بيساعدوا بقى صح؟ طب عارفين هنعمل ايه النهارده يا بنات؟ نعمل كوردون بلو. تحبوا الكوردون بلو؟ يعني تحبوه؟ يعني اخليكي تعمليه بطريقتك بقى وانت تبقي عاملاه بنفسك، تاكليه يبقى شكله بقى ايه طعمه وشكله حلو جدا وتبقي انت اللي عاملاه. ايه رايك نتعلم نعمل كوردون بلو؟ طيب نعمل كوردون بلو ازاي؟ فراخ طبعا، ده مبدئيا عايزين نحط الزيت يسخن على النار عشان هنقلي، ونجيب الطبق بتاعنا الحلو ده. عندنا فراخ يا ولاد، مبدئيا هنتبل الفراخ تتبيله بسيطه قوي قوي قوي، مش هنحط بقى البصل والحاجات بتاعتنا اللي بنتبلها بيها، هنحط ملح وفلفل كده اهو، ملح كده اهو. انتوا لابسين جوانتيهات صح؟ ماشي. وفلفل ملح كده اهو بالظبط كده اهو كده اهو. وكمان اللي مش عايزينه بقى هنحطه في الدرج اللي تحت، احنا مش عايزين دي خلاص. وفلفل يمين وشمال وشمال ويمين كده اهو، ونبقى مجرد حطينا ملح وفلفل، يعني ما اتبلتش تتبيله كامله. طبعا في ناس بتحب تحط حاجات زياده، بودره ثوم بودره بصل، بس الكوردون بلو ما بيبقاش محتاج قوي يعني تتبيله زايده لانه بيبقى من جوه بقى في حاجات حلوه قوي. حلو. تبلنا الفراخ بتاعتنا، هنعمل ايه يا بنات؟ هنعمل ايه؟ الكوردون بلو بيبقى محشي صح؟ هنجيبها كده اهو ونقوم جايبين قطعه جبنه شيدر. اوكي؟ على قدها بقى نبقى قاطعينها كده اهو متابعين طبعا صح؟ ماشي. ونقوم ايه؟ لفينها كاننا بنعمل ايه؟ ما بتعملوش محشي؟ لا بنعمل. بتعملوا محشي ولا ما بتعملوش محشي؟ انا بعمل. انت بتعملي ورق عنب؟
بتلفيها ازاي بقى وريني؟ بلفها لحد ما اعرف. طب يلا وباكل نص رز. يا سلام. طب يلا لفيها بقى من هنا. انت عرفتي ازاي؟ انا عايزاكي تلفيها خالص وانت تلفي دي عقبال ما انا اجهز الخطوه اللي بعدها. لفوها يلا، خدي جبنه من هنا ولفوها. انا بقى هجهز الخطوه اللي بعدها اللي هي ايه. طبعا عندنا هنحطها في بيض وبقسماط، فانا هجهز البيض بتاعي لغايه اما انتوا تخلصوا اللف بتاع الكوردون بلو. ماشي. طبعا البيض بتاعنا هنبقى محتاجين برضو فيه معلش يا ست البنات خدوني جنبكم كده. ايوه برافو خلصتي. ايوه خلصتي. حلو هنستنى بقى ايه سلمى وانا ايه. طالما خلصتي بقى ممكن لحضرتك تضربي لي البيض ده. تجهزيه كده تفتحيه اهي. يلا حلو جدا جدا الكلام ده. طيب بعد ما بنعمل كده يا جماعه بنعمل ايه؟ هنا عندنا ده ايه؟ ده دقيق صح؟ ودول شويه نشا. مهمين قوي النشا دول يتحطوا على الدقيق كده اهو. اوكي؟ ونقوم مقلبينهم بسرعه في بعضهم كده. دقيق في نشا. خلاص؟ ونغطسها في الدقيق والنشا. الخطوه دي بقى من اهم الخطوات عشان لما نيجي حضرتك ايه مش ماسكاها كويس قوي. عشان لما نيجي نقليها تبقى ماسكه نفسها. ونقوم مغطسينها كده اهو كده اهو كده اهو. ايوه يا روز شايفه؟ كده كده. انت تقريبا خلصت. خلصتي كويس؟ حلوه قوي. شوف بقى الخطوه اللي بعدها، احنا مش محتاجين التشيز دي، ممكن نحطها تحت جبنه. شكرا يا ست البنات. دي احطها تحت برضو. خلصنا وحطيناها في الدقيق والايه؟ والنشا. هنعمل ايه بعدها؟ هنحطها في الثلاجه لمده نص ساعه ساعه، وكل ما زادت طبعا كل ما هتمسك نفسها اكتر، فهتطلع لنا شبه ايه؟ شبه اللي انا محضرها لكم دي. المرحلة اللي بعدها ان احنا عندنا البيض والبقسماط بتاعنا وعندنا كمان الفراخ. هنعمل ايه؟ هنحط الفراخ في البيض بعدين من البيض هنحطها في البيض. يلا يا بنات على طول، واللي تجهز تديهاني علشان بقوم انا اقلي على طول. الوجبة دي بقى فيها ايه؟ كالسيوم وبروتين طبعا، والبروتين احنا عرفنا خلاص هو بيعمل ايه؟ بيدينا بيقوي عضلاتنا، والكالسيوم بينشط اعصابنا وبيظبط ضغط الدم طبعا، بيحمي بعد الشر من امراض القلب وهشاشه العظام. الله على البنات الامارات. انا هاجي اقرب منك كده. برافو برافو برافو. ايوه كده حلوه قوي. عندنا واحده جاهزه والزيت ابتدى يقدح. طيب لما الزيت يسخن طبعا احنا ما بنخشش عند الزيت، او انا ما بحبسش ان اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي يبقوا هم اللي بيعملوا خطوة الزيت دي، يعني احنا ممكن نجهز لماما كل حاجة خالص خالص زي البنات الأمارات دول، والدنيا تبقى نظيفة كده أهو، ونقول لماما يا ماما تعالي يا ماما اقلي بقى الكوردون بلو التحفة اللي احنا عاملينه، وتقوم ماما هي جاية مزودة كده الزيت وتقوم حطاها علشان تبتدي تتقل بس كده، ونبقى احنا بعدنا عن الخطوة دي تماما، فتبقى عاملة ازاي يا بنات في الآخر؟ الله على أحلى بنات واحلى تيم والله. هتبقى عامله ازاي بقى؟ هتبقى عامله كده اهو. ما انا محضرها لكم. عرفتوا بتتعمل ازاي؟ بذمتكم مش سهله جدا؟ لا وطعمها يامي بقى. تعالوا بقى ايه؟ تعالوا ندوق مع بعض كده ونقول لبرضو الساده المشاهدين اخبارها ايه؟ يلا كل واحده تمسك كده حته. انا جايبه لكم صوصات. يلا يا بنتي دوقي. لا دوقي بجد، دي فريش وحلوه وجميله ومفيده وفيها حاجات حلوه. ايه الاخبار؟ حبيتيها؟ بجد؟ انت ما كنتيش حباها في الاول، دلوقتي ايه الاخبار؟ والله طعمها حلو. يلا دوقيها. انا بقى عايزه اقول لكم على حاجه، احنا حطينا جبنه تشيدر بس، بس ممكن في الجوردون بلو برضو نزود حاجات تانية، ممكن نحط حاجات اللي عندنا، يعني لو عندنا بقى لانشون حاجه معينه، لو عندنا سلامي، لو عندنا زيتون وبنحبه. ايه الاخبار؟ حلوه قوي قوي؟ طب اقول لهم حلوه قوي قوي؟ ووعدوني ان انتوا هتعملوها في البيت، هتحضروها لماما وهي هتقلي. ممكن؟ ممكن. ماشي.
طيب وبكده يا جماعه نبقى وصلنا لغايه نهايه رحلتنا الحلوه السعيده. فاضل لنا اغنيه حلوه نغنيها والاكل ده ناكله، انا كمان هدوق بس مش هاخد بتاعتكم، ومتاكده ان هي طعمها تحفه ورهيب لان ريحتها باينه من هنا اوريدي. وقول لهم باي باي. باي. انا هيك.